يلا انت ابدأي لنا. بألوان الصيف اوكي 2022. اللي انت الصيف لابساه طبعا هو الطاق ده الاخضر. حقيقي. ايوه الصيف السنة دي مفيش لون مش هنلبسه. يعني عندنا الاورانج، عندنا الاصفر، الاخضر، الاحمر، الابيض طبعا ثابت معانا. نبعد عن الاسود خالص بقى، احنا يعني حداد معلش. ف بس كلنا عندنا اسود وكلنا بنحب الاسود وبنرتاح فيه وبنحس ان هو اشيك حاجه واحلى حاجه. بس السنه دي في الوان كتير قوي، يعني لو انا بحب الاسود قوي لا خلاص انا عندي كل الالوان اقدر البسها. لو ما بحبش الاحمر هلبس الاصفر، لو ما بحبش الاخضر هلبس الازرق. فكل الالوان طالعه موضه، ممكن البس فوشيا مع اورنج. فممكن ادخل الوان كتير في بعض، اخضر مع موف. الاخضر مع موف ان قوي، يعني كل ما افتح مجله الاقي اخضر مع موف. ده حقيقي. دخلنا معاهم الاحمر برضو مش هيقول لنا لا، اوكي هيبقى يعني لطيف نتجنن بقى الصيف بالظبط. ده. طب يعني احنا معانا نلبس كل صور حاجه. نبص عليها، معانا حاجات نبص عليها، الالوان الجديده ايه اللي ممكن. طبعا الاحمر برضو يعني زيه زي الاسود كده، لازم كل حد يبقى فيه في دولابه حاجه لونها احمر. ده حقيقي. انا هنطلع الصور وانت بقى احكي لنا هنعمل ايه الصيف ده. ده الأخضر مع الأبيض. طيب الـ الـ الأحذية هنرجع للكعب ولا هنفضل سنيكرز ولا الكوتشيهات ولا ايه بقى؟ عايزة مننا ايه الصيف ده؟ احنا عندنا كل الاوبشنز، فكل حد يلبس الحاجة اللي مريحاه. بس طبعا في حاجات تنس شوز. في حاجات بيبقى الساندل عليها احسن، في حاجات بيبقى الهيلز عليها احسن. انا مش بحب قوي السناكرز عشان بحس ان هم بيخلوا اللوك كول اكتر. انا طب ما حلو الكول، بحب يعني الحاجه تبقى ليه لا؟ يعني بحب الحاجه تبقى جيرلي اكتر. يعني البس سليبر، البس ساندل، احط مانيكير لون، بحب كده اكتر بصراحه. السنه دي كل برضو ما افتح حاجه ابص الاقي السوت لون واحد فوق وتحت، كان يعني رجعت لنظام البيجامات راجعه. بتاع زمان ده حقيقي الموضه. بس راجعه بقوه جدا، وده مفيد بالنسبه لي قوي ان انا مش هفضل اختار البس ايه على ايه. ميكس اند ماتش. لا انا عندي ست حتى لو كان مشجرات، حتى لو كان حاجات متداخله في بعض، رسومات وكده. متداخله جدا 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 بس بيبقى شكلها حلو. اوكي طيب هنا رجعنا للميكس اند ماتش تاني. بالظبط. عندي اورنج واخضر وفوشيا وشكلهم حلو قوي. يعني مثلا من سنتين ما كانش حد يتخيل ان انا ممكن البس كل الالوان دي صح. مع بعض. بالظبط. بس كده مش عارفة ليه لما بتيجي موضة عينينا بتتقبلها. ده حقيقي عشان بنشوفها كتير. برضو لما بشوف حاجة كتير ممكن أزهق منها. صح. فطول ما أنا شايفة كسراها. الحاجة طول ما أنا شايفة الحاجة يا هحبها يا هزهق منها. لا معلش ارجع لنا للي فاتت اللي فيها الشنطة. احنا ده دلوقتي اهو في اسود، لكن دايما كسرينه بالوان من الالوان اللي ليها فايب كده. لازم يعني السنة دي ما ينفعش البس اسود وابيض واقوم بقى لابسة الشنطة بقى سودة بقى والساندل لازم مثلا اسود. لازم يبقوا لهم بعض. لا ده ما بقاش ده انتهى. موجود. يعني ما انتهيش. في ناس بتفضل ان هي تلبس الاثنين لون بعض، بس لما البس لون مختلف ده هيخلي شكلي احلى. اللونين دول مع وفوشيا. بعض تحفه. فيعني بجد لو وريتيهم لي في ظروف اخرى غير ظروف مش صيف 2022 ما كنتش ممكن اصدق. كلميني كده بقى القطع، يعني الكروب توبس مش كلنا بنقدر، يعني طبعا حتى مش بس السن الصغير مش كلهم بيقدروا برضو. وحتى لو هنلبسهم مش هيبقوا عارفين التوبات اللي هي يعني. القصيره يا جماعه اللي هي الكروب توب مش هيبقى ديلي، مش هينفع انزل كل يوم بكروب توب. يعني هلبسه في سفر على البحر. بس دلوقتي انا ممكن البس تحتيه شميز وهيبقى شكله حلو قوي. حتى لو ينفع؟ انا محجبه هلبس الكروب توب والبس تحتيه شميز واسع. فبيدي لوك كده لطيف قوي. اوكي على لكن ما جينز. نلبسش تحته بادي بليز. لا صعب. صعب ما حدش يلبس بادي وفوقيه الكروب توب. ممكن شميز ونلبس فوقيه. طيب نرجع تاني للسوت. ده لونين ولا لون؟ انا مش شايفه بقى. الماتيريال ده اوف مختلفه. وايت. الماتيريال تقريبا مختلفه، فتحت مديني شويه اغمق. اوف وايت. بس وطبعا الشنطه برضو لونها. احنا مش شايفين الصندل ايه. هل للأسف. لسه برضو لازم نمسك الشنطه نفس لون الصندل؟ لا خالص. يعني لما يبقى اللون مختلف هلفت النظر اكتر.
احس ان في لوك، بس مش هخرج بره التون. يعني لما يبقى الصندل لون والشنطه لون، مش لازم ابعد قوي، يعني ممكن البس الصندل بيج مثلا اوكي والشنطه اورنج. طيب ده بقى الدريسز. الدريسز الساتان يعني برضو موضه بقوه بقالها سنتين. السنه دي هي مكمله معانا. اوكي وبتخلي ايه اللي اتغير عن السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ الشكل او الموديل بتاع شويه الستان. مختلفين في الموديلات، بس عشان نقول نيو كولكشن. بس انا لو لبست موديل السنه اللي فاتت عشان هو احلى عليا مش هيبقى شكله وحش خالص. الشيرت دريسز برضو موضه ولا راحت بقى خلاص؟ لا ما راحتش، بس مش بتليق على كل الناس. يعني في ناس ما بتحبش الحاجات القصيره قوي، فين اللي هو زي الشميز بس طويل يبقى فستان شميز. انا شايفه ان الموضه اتغيرت، يعني السنه اللي فاتت كان ان قوي والسنه دي مش شايفه منه كولكشن كتير.